سكت معاي يا جماعة الخير. ادخل تطبيق حراج، بحثت عن هاكر داخل التطبيق، طلعوا لي ناس واجد، ولكن نصدق مين ونكذب مين؟ تجربة اليوم انا راح اتحمل كامل التكاليف من مبلغ صفر الى مبلغ 10,000 ريال. يعني اذا في شخص صادق والله العظيم راح انشر حسابه في كل مكان. طيب دخلت على الشخص الاول، كتبت له السلام عليكم تقدر تساعدني؟ كتبوا عليكم السلام تفضل، وش مشكلتك وضح لي. قلت له عندي ايميل انسرق وتقدر تخترقه؟ قال شلون انسرق؟ وضح، وعلى حسب، مو كل ايميل يخترق. كلام الحد الان سليم، تبعت جوالي والتحقق في الجوال نفسه، الايميل هو جيميل. طبعا كتبه غلط عشان يحس اني باري بلم يعني التقنيه. قال والله جيميل يا بعدي ما اضمن لك اخترقه، ممكن وممكن. قلت له تقدر تحاول؟ قال يبي لي اشتغل يا روحي كاني جالس اسوي الخدمه. قلت بيني اشتغل بتعاب والله، يعني بتدفع لي فلوس؟ قلت كم تكلف لو تشتغل عليه؟ قال مبلغ كامل لو تم الاختراق معي وجبته 850 ريال، لكن اتعابي شغل فقط 300 ريال، في حال تم الاختراق وجاء معي كمل لي المتبقي 850، وفي حال ما تم الاختراق بسبب حماية جوجل وإلى أخ 300 تكون من حقي. هذا ترى الشخص ممكن يكون صادق، ممكن يكون صادق يا جماعة الخير، لأنه ما قال لك والله أنا بخترقه وأنا والله العظيم أني مرة قوي وإني واصل آخر ليفل. طبعا رسلت الناس واجد يا جماعة الخير، شوفوا هذا اللي موجود فوق، هذا يا جماعة الخير شخص راح أراسله الآن. طبعا جتني رسالة تحذيرية من جوجل، حاطين رقمه، قالوا إن العضو هذا نشتبه فيه إنه هو محتال وإنه هو حرامي، والشخص الحرامي اليوم راح نبلغ عليه. يا ويله يا ويلك من الشرطة يا ويلك. واليوم يا جماعة الخير قلت لكم انا اني شاري بطاقة جديدة بس عشان اتواصل معهم ولا حد يعرفني. يا سلام، راح نبدا الان يا جماعة الخير. وقبل ما يبدا المقطع يا اخي، قبل ما يبدا المقطع سؤال بسيط مرة، يعني لما الان تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وتحط لايك على المقطع، والله ان هذا الشيء راح يرسم السعادة في وجهي وفي يومي بشكل مرة كبير. يلا ما بقى شيء على 600,000، اشترك في القناة خلنا نفرح سوا. وجايكم اليوم يا جماعة الخير بمقطع جبار، متعة ما بعدها متعة. انت بس عرض الجوال استمتع معي في مقطع اليوم وضغط على اللايك. طيب يا جماعة الخير، مرحبا ومسهلا. قاعد يكتب الآن، طالع لي إنه يكتب ويحذف. خنشيل هذه كذا لأن عندنا قاعدة طويلة يا الربع. طيب هذا وأنا طالع المسجد يا جماعة الخير قال لي تواصل الله يسلمك معي واتساب، تمام؟ والآن جيت وتواصلت معاه واتساب، وراح نشوف وش الإمكانيات اللي عنده وهل يقدر يفيدنا أو لا. ولكن الرقم اللي حاطه يا جماعة الخير رقم أمريكي اللي يبدأ بزايد 1-7، أتوقع إنه من الأرقام الوهمية اللي موجودة في حسابات التواصل الاجتماعي، في أرقام كذا وهمية أمريكية تقدر تسويها. كتب لي عليكم السلام، إيه تفضل أخوي، أهلا وسهلا، تقدر تفيدني؟ قلت له تقدر تفيدني، ايميلي ضايع الباسورد حقه، ابي تجيب لي الباسورد. اختفى يا الربع، اكتب له الو موجود، اختفى. يا الله ما داري لي كذا، اقسم بالله العظيم اجيب حماسي كله بعدين يختفي. دحر قوه الا بالله، والله طول والله يرفع ضغطي يا جماعه الخير اللي كذا. انت مدري تنقهرون اذا واحد يرسل رساله بعدين يرد بعد ساعه؟ ترى من نوع لاي واحد يرسل لي ثانيتين لازم ارد، لو ما رديت اقسم بالله احس كذا بضيقه، لازم ارد عشان اخلص. اليوم عندنا مقطعين، واحد متابعين يا جماعه الخير، يعني بما انه طول، واحد متابعين يا جماعه الخير ارسل لي واحد منتحل شخصيتي، والله اني دائما اتجنب السلسله هذه، ولكن شو اسوي، ممتع 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 مره. رجع متصل، الله بكتب اخوي خليك معي لان الوضع مهم بالنسبه لي، وابشر بالفلوس اكيد اقدر افيدك. ما شاء الله سهل جدا، ما شاء يا الله شوفوا من اول رساله مو نفس اللي في البدايه، تمام؟ هذا من اول رساله بديت اشك فيه، بس والله ممكن يصدمني، صدق والله ممكن يصدمني ان شاء الله. طيب اخوي، لا انت كم يكلف كم؟ اي لا دقيقه، ليه مستعجلين على التكلفه؟ لا هذا استعجلت على التكلفه يقول هذا بيصرفني، لا خلك شوي معاه ذكي. وش تقول؟ تنتظر يكتب اول شيء، يعرض مهاراته، ايش الايميل؟ يا سلام. جيميل تقدر عليه؟ بقول لك تقدر عليه، صعب الجيميل صعب. أوه. تقدر عليه، اتوقع انه صار صعب عند عيال. كتب اوه لا شكله صادق، تمام بعطيك حساب تحول. اوف لا 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 مو بذا السرعة، لا دقيقة اخوي، لا دقيقة مو بذا السرعة، لا 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 مو بذا السرعة حبيبي، ثواني واول ما تحول الحساب بين يديك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، صادق انت ولا تستهبل؟ كم دقيقة يكلف؟ كم دقيقة يقعد؟ بقوله ليه امزح معاك؟ لا حشا، ولكن سألت ناس كثار وكلهم يقولون صعب، قال ما ياخذ وقت كثير ان شاء الله. يعني كم؟ بقول حتى لو في تحقق ثنائي لانه صعب عليهم وسهل علي. ما شاء الله عليك، لا اله الا الله،
هذا وش خلى للهكر وش خلى الانينموس وش هذا مفروض مو في حرج حرفيا. هذا الشخص مفروض مو في حرج نهائيا. هذا مفروض الدارك ويب يستأجرونه يستخدمونه الناس الكبيرين مرة. يا رب انه مو رخيص. لو كان رخيص بنهبل. طلع لي واحد. الو مرحبا. هذا جماعة خير من الناس اللي توقع في الحراج. لأن هذا رقم جديد ما حد يعرفه. لخمت. هذا ارسل لي رسائل واجد ثاني. الحين ايش فيك انت مو مصدق اني بقدر تحول فلوس مالك الا والحساب يرجع لك ولو في تحقق رباعي؟ يا ساتر. وحتى ما تحول فلوس كلها، نص قبل ونص بعد ما يجيك الحساب. كم التكلفه؟ يا جماعه خير والله تحمست اتصل علي قبل شوي ثاني. هذا رقمي جديد ما حد يعرفه يا عيال. هذا رقمي جديد يا عيال. حتى حاطه في جوال ثاني. ما مشغول. ادق عليه مره ثانيه. مشغول. تحمست والله. والله مشغول يا جماعه خير. نسيت خوينا هذا يكتب. تكلفه ايش بالضبط؟ فك الحساب ولا الاجمالي؟ فصل لي شوي، فصل لي المبلغ عشان اعرف كم. باختصرها لك. يلا خلينا نشوف اختصاره. يلا يا رب انه ما يطول لنا. بدا ينرفزني يا جماعه الخير. تبغون نجرب؟ تبغون اجرب وانسرق؟ والله اذا كان سعره رخيص تحت ال 400 500 والله لا ادفع. ايه بدفع. عادي انسرق انا، ولكن ما حد يروح يجرب. واحد ابتزك صارت لك مشكله، كلنا من الدوله فاتحه كذا ابوابها. تفضل، وش عندك مشكله احنا نحلها لك. لا، ويحلونها لك برضو بسريه تامه، يعني ما راح تتعب نفسك. واللي ابتزك داخل المملكه العربيه السعوديه. لا الموضوع ما يوقف هنا، راح ينسحب سحب، وكل هذا اللي راح تشوفه راح ينحل بسريه تامه، والله العظيم بسريه تامه. خلينا نرجع نتصل علي قبل شوي، حمسني. مشغول والله للحين. هذا اخونا في الله. شوف $500 اوب. لا والله غالي. لا غالي يا جماعه الخير، يعني ما يقارب ال 2000 ريال. اوه الاجمالي $600. كيف $500؟ 250 قبل و 250 بعد. وعشان مهم عليك باخذ $100 زياده. يعني اجمالي $600. يا حيوان. لا الايميل مو مره مهتم فيه. شوف كيف بغويها. ولكن في حسابي البي بال وفيه فلوس مجمده من 6-7 شهور ولازم اخذها. ايه طلعت لي فكره. اسمع، تفكه وحاسبك من بي بال. نتصل على الشخص هذا. جاني عيال شغف اعرف منهم. مرحبا. نمبر مشكل. مين معي؟ كيف؟ رياض. انت ايش؟ انت هاكر؟ هاكر انت؟ لا انا رياض. بس يلا. شفت يا جماعة خير والله هذا من حقي حراج. يقول لي طيب تمام، كم في البيبال مبلغ؟ اوكي مو مشكلة. بكتب البيبال. شوف كيف اغريها. البيبال فيه يمكن 4 على 4. يمكن 4. ايه 4. وش 400؟ 4000؟ ما يدري. الحين بيسأل. اذا قال 4 ايش؟ بعرف انه بيسرقني. ايه بعرف انه بيسرقني سرقة محترمة. الله العظيم اني انفع اصير محقق. ايه انفع اصير محقق في قسم الاحتيال. عاد قبل كنت اشتغل في قسم الاحتيال. والله تصبر استقبل. والله كنت اشتغل في قسم الاحتيال. 4 ايش؟ 4000 ريال. لا دولار. اتذكر يعني مو مره. بس يمكن اقل. بس تكفى ها. ها ما تسرقني. طيب تمام بس المبلغ زاد. كيف مبلغ زاد؟ ما فهمت. طيب تمام بس المبلغ بدل ما تدفع $600. ايوه بيزود السعر. لا هذا طماع، هذا حرامي، هذا حط عينه علي ويحسبني صغير. الحين تدفع 2000 ليه؟ خير مع ادبي. بقول له مع ادبي. كذاب هذا، كذاب. خليه يتمسك فيني. لا تعال والله بخفض لك. على كيفك الموضوع. مو مشكله الحساب فيه مبلغ كبير. مو مشكلتي الحساب فيه. وش دخلك في ذا؟ يفرق لو ما في شيء. وش دخلك فلوسي انا ما يفرق معي. تبي ولا لا؟ والله انا اعلمك ما يفرق معي. لا ما بيذلف. شجبه ما بقى له يذلف، ولكن بيتمسك. هيا ركز معي. والله العظيم بيتمسك. استغفر الله، لو ما تمسك فيني يمكن اصوم 3 ايام. انا اللي برجع لك الحساب وكذا بترجع لك فلوسك. طيب شكرا. ايه شوف كيف بيتمسك. اوكي شكرا. انت ايه خله. طيب شكرا. ايه شوف كيف بيتمسك. ركزوا. يلا يا رب صيام 3 ايام. صيام 3 ايام لو ما تمسك. مع السلامه. يا والله توترت. والله يا جماعه خير توترت. يا فيها صيام. تمسك فيني. كتبت الكلمات انا اللي تخلي الواحد يتمسك فيني. مهتم وماني مهتم. براحتك مع اني قدمت لك عرض كويس بالعاده اخذ اكثر. قايل لكم ايه والله العظيم انه بيتمسك فيني. ايه ما راح يذكرني. ايه طاح فخي. كيفك بس لو رجعت لي بعدين السعر حيغلى. اخوي انت تستهبل. شفت قايل لكم بيتمسك. سلام مسوي انه ماني مهتم. اقسم بالله العظيم هذه كلمه تمسك. شوف لو انه صادق الان يطقني بلوك ويمشي. يلا لو انه ما يبيني يطقني بلوك الان ويمشي ما يرسل. ليكون اني اعرفك عشان استهبل. يلا نقول رساله ثانيه. بيكتب مفروض بلوك الحين. مفروض بلوك والله. تمام انت اللي جايني ترى المعلوميه. غالي سعرك. انا اللي بصك بلوك.
باي غالي زين. مستحيل يخترق يا رجال. مستحيل والله لو انه لازم رابط تدخل صفحه زي الدارك ويب، اذا دخلت الدارك ويب انت معلوماتك كلها مسحوبه. هذا يعني وين بدخل عشان يسحب معلوماتي كلها؟ فهمتوا؟ يا غالي وحسابك 4000 يا اخي، ولد ذا مناظرني في حلالي ذا. مع السلامه. طيب مع السلامه باي. خلاص هذا لازم ينسك بلوك اول. كذاب 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 كذاب. انتبهوا احد ينجرف يا جماعه الخير، والله اتكلم جد. انتبهوا احد ينجرف مع الاشكال ذي. انتبهوا. مع السلامه باي. في شخص ثاني يا جماعه الخير وينه موجود؟ دقيقه ايوه هذا في واحد بتواصل معاه الحين يا جماعه الخير، شوي ورجع لكم بحطه على الواتس بعد ارجع لكم. طيب يا جماعه الخير مين معاي؟ هذا واحد كاتب لي السلام عليكم، حصلت منك 5 اتصالات واتصلت عليك وجوالك مقفل، مين معاي؟ بكتب له مرحبا مرحبا، انت تخترق يا شيخ، ابي خدمه. تكفى واحد يهددني، بقول له تكفى واحد يهددني. شوف الان نشوف هذه يا جماعه الخير الناس اللي راح يجونا. تكفى واحد يهددني انسرق حسابي، يلا نشوف. اما كذا الشغله ايه، وسرق ايميلي وحساباتي تقدر ترجعها؟ تكفى ايه الشيطان جاء كاني بنت طالبتك ارجع لك الايميل، يعني تكفى طالبتك الحين اوه بنت اوكي اوكي خلنا ابد ابشر اوكي ارجع لك ايميل يعني يب ابي الايميل تقدر وكم سعره تسحبه لي. خلينا نشوف يا عيال هو بيمشي معاي ولا لا. احس بعطيك حسابي وتحول لي فقط والله والله رخيص هذا رخيص. طيب بحول لك هذا رخيص، هذا وش ارخص هكر شفته بحياتي. STC بحول لك STC دام رقمك STC. طيب عادي يا اخوي، انا وحده شوفوا بعلمكم انهم بدون ذمه تمام، بعلمكم انه بدون ذمه اوكي. انا وحده متزوجه، شوفوا ها ركزوا ان الحرامي ما تفرق معاه بنت ولد تترجاه ما يفرق معاه نهائيا. انت بنت يعني يب ما ابي بيتي يخرب، شوفوا بعلمكم ما يفرق معاه تمام. 150 ريال وبشري ليش في اسلوبكم شكله ذا نفس اللي هو اللي قبل شوي قهرني، ذاك اللي قبل شوي برضه زاد وهذا زاد. اخوي تكلم عدل، دام عليك ان شاء الله بيرجع لا تشيلينهم. ليه 100 احسه نفس الشخص 100 ريال. طيب وريكم الحين ما يكون هو نفس الشخص، ابشري ولا يهمك ايه. طيب بحول لك STC الان اول ما تحولين 10 دقائق والحساب عندك. طيب والله لا اجرب دام 100 ريال تعالوا عشان اوريكم انه ما يفرق عندهم، لا تقعد تترجاهم وذا الا من رحم ربي. طبعا ترى في ناس كويسه فهمت يوقف معك بس ما راح يطلب منك فلوس، ترى اللي بيوقف معك عشان الخير، ما حد راح يستخدم الاشياء ذي عشان والله ما ادري ايش. يعني انا الحين جاي اترجاك واقول لك لا يخرب بيتي وقاعد تسوي معي كذا، طيب ها عشان انت ما تنصرق حبيبي عزيزي المتابع. بسم الله وين STC خلنا STC باي. بسم الله تحويل اموال جهه اتصال هذا هو 100 ريال يا جماعه الخير، حولنا له وخلصنا تمام. شوفوا تم التحويل، تحويل اخوي شوفوا، وهذا ايميل ايميل حقي، بحط ايميل من راسي كذب ها كذب والله مو ايميلي والله، ولا اقول خلني احط ايميلي سوله بلور عشان اوريكم انه دخل ولا لا، ولا خلني اهبد له ايميل، خلني احط له ايميل طويل خليه ينبل. مو ايميلي ذا والله مو ايميلي يعني. ايميل خلني احط هنا في النص 3 4 3 4 3 هنا، خذ الايميل الطويل. شوفوا كيف ها، عد من 1 إلى 3 ها شوفوا تم التحويل اخوي، وهذا الايميل حقي متصل الحين ها، اكتب له الو هذا الو اخوي وصلتك الفلوس. يكتب ها شكلي ظلمته والله. يكتب خلني والله اني ما ظلمته اقسم بالله، والله اني ما ظلمته يا عيال. ها شوفوا والله اني ما ظلمته لاني داري انه ابن كلب. بس يا جماعه الخير الى هنا وصلنا نهايه مقطع اليوم، انت بتطيح في الفخ، اي شخص يتعرض لك او يتكلم عليك او 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 في جهات حكوميه تتوجه لها، ممكن يكون في ناس صادقين ولكن الاغلبيه كذابين فخربوا سمعه الصادقين. السلام عليكم يا جماعه الخير، لا تنسى تضغط على اللايك تشترك القناه. سلام.